الواحد يشوف في المكان الذي هو فيه، في البلد الذي هو فيه لا يستطيع التوبة، الظروف أقوى من المكان، أقوى من مغلوب وضعيف في هذه الأجواء وفي هذا المكان، يجب عليه أن يهاجر وجوبا مقدميا. الهجرة قرار صعب، الهجرة نوع من أنواع الشهادة، لأن الشهادة الشهيد يفقد مستقبله والمهاجر يفقد ماضيه، نوع من أنواع الشهادة في الواقع. ولكن إذا توقفت التوبة على الهجرة، واحد ما يتمكن، يجب عليه أن يهاجر. عندنا في التاريخ كثير من الأفراد شعروا أن المكان أقوى منهم، ما يتمكنون يحفظون دينهم وإيمانهم في هذه الأجواء فهاجروا. كثير من الأفراد، واحد منهم أخو المأموم القاسم المؤتمن هاجر. الرجل اللي كان يمكن أن يكون خليفة، يعني كان يكون إلى مقام المأمون أو مقام الأمين، ابن هارون، ابنه، هذا الرجل في يوم من الأيام هاجر وتحول من بيت الملوكية إلى عامل بناء، عامل بنا هذا الرجل. الهجرة إذا توقفت حقيقة هذا قرار مشكل، واحد يفقد كل شيء من أجل الله ويتحول إلى عامل بناء، عامل يعمل لقاء درهم أو درهمين،